مي بتقول انا مطلقه وخدت كل شيء غصب عن الزوج لان البيت باسمي وبربي بنته وبصرف عليها من معايا، هل هذا حرام؟ احنا ما نعرفش الملابسات، لكن لو زي ما انت بتقولي غصب عن الزوج وبالتحايل غير الجائز شرعا، فاتق الله وردي اليه. انت بقى في الحاله دي اللي عارفه ايه اللي حلال خدتيه وايه عارفه ان هو اخدتيه رغما عنه بغير وجه حق، ما ممكن يكون رغما عنه بس بوجه حق، زي نفقه الحضانه، زي اجره الحاضنه ونحو ذلك، فهذا اخذ بوجه حق لا حرج فيه ولا اثم. اما اذا كان اخذا بغير وجه حق فهذا من اكل اموال الناس بالباطل، ولا تبرأ الذمة إلا برد الحق إلى صاحبه.